بس خلينا نتذكر ان ياسر عبد ربه كان عضو لجنه مركزيه او عضو لجنه تنفيذيه منظمه التحرير بجيل 23. هدول القيادات مزبوط فشلوا بس عملوا اشياء بوقتها اللي احنا ما قدرنا كمان نعمل. ما ننسى هذا الشيء ولازم كمان يعني نكون واضحين مع حالنا انه احنا ما عرفنا نبني ما يسمى بالمشروع السياسي. مش شعارات، الشعارات للتعبئه، هي انا شايفين كيف عم بكذبوا فيها. وبقول لك بصراحه الشعب الفلسطيني تعب من الكذب، تعب تعب تعب، كله عم بكذب عليه، كله عم بكذب على هذا الشعب. واحنا لما اجينا بدنا نشتغل سياسي احنا كمان كنا نكذب على حالنا ونكذب على الناس ونفكر. انا اليوم يعني بقدر احكيها بكل صراحه، باحداث الاخيره كان في ناس بعدها بتفكر كيف ممكن نستغل الشارع. اتركوا هاي المصطلحات، اتركوها لهاي المصطلحات، الشعب عرفها. كل اللي عم بيصير واللي انتوا جايين بدكم تخلصوا الناس منه وعم تحكوه. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب. حلقه اليوم حلقه مميزه، رح يكون فيها كتير طاقه ايجابيه مع العزيز رازي نابلسي. رازي مرحبا. مرحبا مرحبا، شو الاخبار؟ كيف الحال؟ تمام ماشي نتنفس. صح النوم حبيبي؟ شكرا. رازي انا عشان نكسر على البدري، في سؤال دائما بالعاده بقضيه التعريفات وهيك، انه بترك الضيف يعرف حاله وبتركه يحكي لنا كيف بحبش الناس يعرفوه، كيف بتضايق يا اخي. فبتحب تبلش انت كيف تتضايق من التعريفات اللي بتزعج، ولا من كيف بتعرف حالك؟ انا بحبش اعرف حالي بصراحه. يعني بدك تعرف حالك رازي. يعني اللي هو بروفايل، انا رازي من كذا، عندي كذا، بسوي كذا، بنعمل كذا. من بلد اسمها عبلين بالجليل، بالاساس طلعت من عبلين جيل 17، عشت بالقدس، عشت بحيفا، استعايش كنت في رام الله، استرجعت حيفا. بكتب وباحث وهذا كف. او وكيف بتحبش الناس تعرفك؟ شو الاوصاف او التايتلز هاي اللي بتكرهها؟ بخاف من تعريف كاتب، لانه يعني بفكر انه هذا التعريف كتير هيك بتعرف، يعني خاصه لما انت عايش بهيك محل ومع هيك بلد، انه يعني بعرفش اذا واحد بنفع يعرف حاله كاتب بجيل لهالدرجه صغير، وبعرفش اذا هو لازم يعرف حاله كاتب ولا هو لازم يكتب ويستنى الناس تعرفه كاتب ولا تاريخ ولا. بس بخاف منه. يعني انت لما بتحكي كاتب وبتطلع على غسان كنفان كاتب بتقول اوف ولا وانا شو، يعني ليش انا احط حالي يعني بعد بكير يا اخوان. فكانه بخاف من هذا التعريف كتير. هاي عندي تعليق عليها، بس قبل هاد احكي لنا عن البلد يا اخي، عن بلدك. قد ايه لك طالع انت من عبلين؟ اللي طالع من عبلين 17 سنه. إيه شو سبع، طلعت من جيل 17 اللي 10 سنين تقريبا طالع من عبلين، اكثر شوي. إيه طب اعطينا هيك، احنا ما بنعرفها، وانا يعني انا بعرفهاش وفي ناس كتير بتعرفهاش، بس اعطينا اشياء تربطنا فيها عاطفيا ونحب نزورها. طلع انا اول مره انتبهت لعبلين كنت عم بقرا كتاب سهى بشاره مقاومه، وكانت هي من بلد اسمها دير ميناس، وطلعوا على بيروت وصارت الحرب الاهليه ببيروت. وبشي مرحله بالكتاب بتحكي انه هي لما رجعت على دير ميناس كانت دير ميناس كانه ولا كانه في حرب اهليه ولا كأنه عم بصير إشي، والعالم بعده مكمل كل شيء تمام. وهناك أنا فهمت إنه هاي هي عبلين كمان. عبلين هي محل هي قرية صغيرة بالجليل، حدش فاهمر، مش عارف صراحة إنه بتعرف إنك تحكي عبلين هذا تقريبا إنك تلخص طفولتك، والواحد بحاول يبعد عن كل إشي له علاقة بطفولته عشان هاي المرحلة الأخيرة بتكون بحياته. برجع لطفولته. بس اللي هو ما حدا بيعرف هي وين، فبنضطر نحكي عنها بالآخر. انه وين المرحلة الأخيرة بتيجي. عبلين قرية فيها يعني قرية مختلطة من ناحية إسلام مسيحية، يعني هي تقريبا نص بنص. بلد أكتر إشي مهم فيها صراحة إنه هي فيها مدرسة كتير كبيرة، فيها مدرسة مارلياس اللي هي واحدة من
من أكبر المدارس بال48. أيام ما أنا كنت أتعلم كان يجي على المدرسة ما يعادل 20-30 باص كل آخر النهار عشان يروح الطلاب على كل أولاد من النقب ليركا لعكا لكفر ياسيف لطمرة. وهاي المدرسة بتشكل بالنسبة لعدلين بوابة إلى العالم. تعرف بشكل عام لما طلعنا على الجامعة كان واحدة من أهم الأشياء هذا التدفق الكبير للطلاب من كل محل. ما كانش كتير غريب علي لأنه كان موجود بعد الليل من المدرسة، كان يجوا أولاد من كل محل على المدرسة. وهذا بخليك شوي تعرف، بس هاي كمان في له كتير سلبيات، إنه المدرسة في نوع من الاتفاق بينها وبين البلد إنه هي بتأخذ كل طلاب عبد الليل، بس بسبب مستواها كل طالب بده يجي عليها من برا البلد كون موقعها بعد الليل، في نوع اتفاق مع المجلس إنه المدرسة تأخذ كل طلاب عبد الليل. تمام. الطلاب اللي من بريت عبد الليل عشان يجوا على المدرسة لازم يمرقوا معدلات كتير عالية من ناحية التعليم عشان القبول. فعمليا في كان ثلاث اربع تخصصات اللي مبنيه لاهل عبلين، كانه اللي هدول اللي هن مفيش حدا عارف المدرسه مجبوره فيهم. فهذا الجانب السلبي تبع انه انت تكون في مدرسه اللي هي فيها هاي الدرجه من المستوى العالي تعليميا وفيها اختصاصات بس لاهل عبلين، فاهل عبلين كمان بحسوا حالهم مظلومين بالبلد، فاهم انه. فهاي المدرسه هي اهم شيء صراحه موجود بعبلين. من ناحية تانية خلينا نحكي انه عبلين محل يعني طلع انت رح تعمل مونتاج ده؟ لا أوكي. طلع عبلين محل بقدر اطلع عليه زي غرفة مسكرة كل اهلها بشوفوش شو بصير برا، بيضلوا عايشين في دوامتهم نفسه، وعندهم قدرة رهيبة على خلينا نحكي زي هذا إشي مش بس بعدلين، هذا بأغلب المحلات بلاقيه، في عنا قدرة رهيبة على التعود على الظروف الجديدة. يعني عبلين كانت قرية عدد سكانها بعد النكبة كان لا يتعدى 1000 شوي، اليوم عدد سكان عبلين انت بتحكي عن 15,000، بين 12-15,000 فيش عندي العدد الأكيد، بس بين خلينا نقول بين 12-15,000. المساحة تبعتها ما توسعت، يعني جغرافيا ما توسعت المساحة. عبلين اللي كانت بلد اللي كان في مساحة دلم بين كل بيت وبيت، اليوم كل بيوت فوق بعض. إذا بوقف بالهلال الأحمر برملة بالبيري وبطلع على مخيم الأمعري تحتي بشوف عبلين، بشوفش ولا اي اشي تاني زي عبلين بالضبط. يعني انا بيتنا وبيت عمي وبيت عمي وبيت ابن عمي فوقنا، حدنا جارنا بيته وبيت ابنه وبيت ابنه وبيت ابنه فوقه، البيوت راكبة على بعض، الناس ما بتفتح فيها شبابيك بعبلين. يعني هذا واحد من اكثر الاشياء اللي انا بشوفها كتير غريبة بعبلين، انه بعبلين ما الناس ما بتسترجي تفتح شبابيك. وكل الوقت كان عندي سؤال، طب ليش بيركبوا شبابيك غالية على كهرباء مثلا؟ لأنه مفيش حدا بيفتح شبابيك، لأنه إذا بتفتح جارك قاعد عندك بالبيت. فكل البلد هي عبارة عن شبابيك مسكرة بصراحة، باستثناء كم بلد اللي هي بلد عتلي، باستثناء كم بيت اللي هم فوق جايين على راس التلي فاتحين. البلد عمليا يعني كتير صعب انك تفتح فيها شباك لهاي الدرجة الاكتظاظ السكاني فيها. وهذا اشي مش مميز لعبلين، هذا لكل بلاد بال48. احنا بال48 صارت النكبة، ضلينا اعداد كتير صغيرة بالبلاد العربية، واسرائيل اجت سكرت علينا من ناحية اراضي. احنا ما بنتوسع، احنا ما اخذنا اراضي جديدة نكبر مع الامتداد تبعنا، احنا بالعكس احنا حطولنا اوتوستراد شارع وحطولنا سكة ترين حوالينا وحطولنا مستوطنة اللي خلتنا عشان نقدر نتوسع لازم نتوسع تحت الشارع الرئيسي الاوتوستراد او فوقه او حده او بعبارة من تحته. بس البلاد العربية اليوم يعني عن جد هاي واحدة من اكتر الشغلات لازم تنحط كمراي. البلاد العربية اليوم هي لا تختلف عن المخيمات ولا باي شيء، ولا بأي شيء، من حيث البنية، من حيث الحيز اللي موجود اليوم، ومن حيث التعامل مع الحيز العام في 48. وعبلين مش كأنه هي مش خارجة عن هاي القاعدة، هي بالعكس هي جزء أساسي من هاي القاعدة. يعني
والغريب انه شايف انه الضفة كمان رايحة لهون. انا بتعرف انت لما كنت بحكي انا وياك بقول لك انه انا بالنسبه لي في إشي كتير ملفت ومهم بقضيه انت كيف شفت الضفه، بس ما كنتش افكر انه انت كمان في إشي اللي هو كيف رجعت تشوف ال 48 طبعا من بعد ما شفت الضفه، يعني انه تحكي عبلين تشبه القمعري، هاي إشي كتير جديد، واظن حتى بال 48 تجربتك يعني. طب قبل ما ندخل على الإشي هذا، قد ايه كان لها دور بتسييسك، او شو كان دورها بتسييسك سواء سلبا او ايجابا يعني؟ عبلين محل اللي ما فيش فيه سياسي، مش بس بمفهوم ما فيش فيه سياسي، بمفهوم انه ما بتسيس، لا يعني عبلين بمحل اللي السياسي فيها هي عبارة عن هي المحرمات، يعني ما فيش سياسي بعبلين، فيش أحزاب، فيش بنى، فيش هوية سياسية. أقول لك سيستني، ما سيستني بالمرة، بس كمان ما سمحت لي أتسيس بهاي الراحة، يعني فكرة إن يعني ما سمحت لي أتسيس أصلا فيها. عبلين محل اللي فيه عقدتين أساسيات، العقدة الأولى هي عقدة النكبة، اللي هي في زي مثل بيمشي بقول لك بهاي الدولة اعمل شو بدك بس تقربش على الأمن، يعني تقربش على السياسي، بما انه السياسي بال 48 ملف أمني، يعني هو ما فيش انه كأنه انه بقول لك اعمل شو بدك بس تقربش على الأمن، وكل التعامل معنا هو تعامل أمني، كل التعامل مع فكرة فلسطين بال 48 هو تعامل أمني، بالتالي ما تقربش على السياسي. هذا واحد من العقد اللي موجودة. والعقد الثاني اللي موجودة بعبلين هي عقدة الخروج من عبلين، كأنه إنه الناس ما بتحب تطلع، يعني هذا ما بعرف إذا هو يعني كجزء بتخيل، يعني في لازم ينعمل بحث، أنا ما فيش عندي جواب عليه، ليش بال 48 الناس بتخاف تطلع من البلد؟ يعني الصبية اللي من الشمال اللي من الجليل بتتجوز للمثلث كانوا يسموها مغربة، يعني أو بدها تتغرب. ففي نوع من انواع التمسك بالبلد، حتى لو شو بصير فيها، المهم ما بنطلع من هون، المهم ما بنمشي من هون، ما بنروح من هون. بس من ناحيه سياسي ووعي سياسي عبلين صفر، انه صفر بمفهوم انه ما مش بس انه هي ما بتسيسك، وهي كمان باللحظه اللي انت بتتسيس فيها انت بتمرق عمليه، خلينا نحكي شكوك مستمرة، عملية زي واحد نازل من الفضاء، مين هذا، كيف بسمح لحاله يحكي سياسي عن الشكل وما بخاف، وهي على الآخر بصراحة يعني لأنه السياسي ممنوع على المجتمع هناك، ومش ممنوع لأنه إسرائيل منعتها بهاي الدرجة، لأنه بتعرف مرات الرقابة الذاتية للإنسان على ذاته بذوتها وبتصير يمشي معها بطريقة يعني كتير متطرفة أكتر من شو بطلب منه الظالم كان. فعمليا هذا الاشي بعرفش اذا هو بس لعبلين ولا القدس، هو موجود بال 48 بشكل عام، اللي هو هذا الوضع تبع الشك والسؤال في كل عمل سياسي، لانه النكبه بتخيل احنا ال 48 خاصه ال 48 بعدهم ما فهموا حجمها، ما بحثوها صح، ما فهموا قديش هي اسقطت عليهم مشاكل، ما فهموا شو عملت فيهم النكبه عن جد بال 48، كان في حجم المصيبه اكثر من انك تستوعبه، وبالاخر لقيت حالك مره واحده في دوله يهوديه بدك تعرف تعيش دوله اوروبا. هاي تقريبا يعني احنا مجتمع عالم ثالث داخل دوله عالم اول مش فاهمين ليه، وهن كل الوقت بيقولوا لنا لانه هيك العرب هيك العرب متخلفين، العرب كذا، بس ما حدا فاهم عن جد حجم المصيبه اللي صارت بال 48، وعشان هيك هون الازمه بال 48 وسؤال الهويه السياسيه، سؤال مين انت، وسؤال شو انت، وسؤال كيف تاريخك بلش، سؤال وين واقف اليوم، وسؤال هاي الدولة اللي انت عم تتعامل معها هل هي دولة ولا هي حدا عم بفكر كيف يقتلك كل الوقت بغض النظر عن اي اشي تاني. وهذا هو السؤال لوعيك لحالك، وعيك للقبالك، هذا هو الازمة بال 48، عدم الوعي للموقع السياسي اللي موجود، عدم فهم الظرف اللي انت عايش فيه يعني، وهاي هي فشل كبير للأحزاب. طب رازي، انت اللي بتقوله على القرى والبلدات اشي كتير، لانه انا وياك جيال، فاشي كتير بشبه يعني انا دار سيدي كانوا في قفين،
فبتذكر يعني بتعرف شكل المظاهرات اللي اليوم بنشوفها بالصور، بيطلعوا مجموعة ملثمين وبنزلوا بكزدروا عشان يحكوا مثلا، يطلعوا بيان أو يناصروا حدا أو يعني يبدوا أي موقف. الناس كان كنت أسمع الناس صغير بس بوعى منيح أني أسمع الناس يبت تطلع عليهم بعين التشكيك، أنه كيف هدول كيف بيطلعوا أو من ولهم الجرأة، أكيد هدول جواسيس يعني هيك، أو حتى برشوا على الحيطان، مين اللي برشوا على الحيطان، لأنه أكيد إسرائيل عرفتهم وساكت عنهم. أول إشي الثاني، كيف أنت بتقول في حدا جاي من الفضاء، أنه يعني هذا كيف يعني الجوش شو دخلوا على هالمجال؟ أظن لليوم لليوم كيف يعني كيف إذا اليوم أنا صراحة ما كنت جاهز لسؤال نحكي على عبدالين، يعني عبدالين واحدة من الملفات المسكرة بحياتي بصراحة بحكي لك، يعني عبدالين واحدة من الملفات اللي بفكر إنه لما أفتحها مش راح أخلص. بس إسا بقدر خلال هيك خلال التفكير خلال الحديث، هو هني بيمشوا متتاليات. بالأول بصيروا يسألوا كيف عنده، من وين هاي الجرأة، بس يفهموا إنك أنت مش كأنه إنك أنت جدي، إن أنت مآمن بشو بتعمل، بصيروا يعتبروك من الفضاء، بصيروا يحترموك، بصيروا يحبوك، بصيروا يموتوا عليك، بصيروا لا وبيفتخروا فيك بمكان تاني كمان، بيفتخروا يعني. فيك بس كأنه عبين ما توصل لهذا المحل كتير بتتعب، أو خلينا نحكي كتير لازم تحط عبلين وراك وترجع لها فعلا من الفضاء، أنا ترجع لها من فوق. يعني طول ما انت بتحاول تشتغل فيها من تحت مع البلد تقطع مسار خارجها، يعني بدك تقطع، يعني في نوع من انواع الشرعية اللي انت بترجع فيه على عبدالين، اللي هو بصف هن ما بفهموني بس بيحترموه بخافوا منه ما بفهموا. هن بيجوا ورا بعض، بالاول بفهموكاش، بعدين بقرروا ما يفهموكاش، بس بتصير انترستنج بالنسبة لهم، بتصير نازل من الفضاء. طب الانتفاضة الثانية كيف اجت عليها؟ ما بعرف عليها وعليك فيها ولا اشي بهبة اكتوبر، يعني انا من اللي سمعته من اللي عاشوها بهبة اكتوبر، كيف فهمت انه الوحيدين اللي كانوا يعني او مش الوحيدين الاساسيين اللي كانوا يضربوا حجار في هبة اكتوبر هم العمال اللي من الضفة اللي بعبلين. وهذا لنفي، هذا لنفي انه اهل عبلين برموا حجار ولا هو فعلا هيك؟ اصحابي كان يعني شباب بيحكوا لي انه كنا نروح احنا ما بنعرفش، هذول كانوا يعرفوا يضربوا حجار. لا جد انه يعني كانوا يحكوا انه احنا ما بنعرفش، بس ما صارش اشي بعبلين يعني ولا اي شيء. في يعني في بأكتوبر كأنه كان عبلين كانت زي اللي فيها نوع من أنواع الصراع اللي أدى لأنه البنى، خلينا نحكي الاجتماعية، رؤوس العائلات وحتى قيادات أحزاب لحد ما قدرت بأول أكتوبر إنها ترجع الشباب وتسيطر على البلد، إنه هون مش راح يصير. وهذا رجع صار بأحداث أيار الأخيرة بالمناسبة كمان، يعني نفس العملية رجعت صارت بأبلين كمان مرة. وأنا بفكر لأنه في هذا الغياب الكبير لكل إشي اسمه سياسي، البنى الاجتماعية اللي موجودة بأبلين إن كانت عائلية إن كانت خدماتية محلية إن كانت طائفية، عندها كتير قدرات في البلد، يعني هي اللي ماسك البلد باختصار، يعني هي اللي بتقرر الكبير والصغير بالبلد. لحد ما بلشنا بالعنف الاجتماعي الداخلي صار الزعران يقرروا اللي تربوا عندهم للعائلة، فيعني التغيير اللي عم بيصير مش إيجابي كمان بالمرة. طيب قبل ما نقفز أي قفزة، الانتفاضة الثانية أنت وين كنت؟ على التلفزيون. يعني وين كنت؟ كنت في عبلين؟ كنت عبلين على التلفزيون. هذا اللي كتير بحكيه، انه اليوم اصحابي اللي موجودين في رام الله، انا وانا صغير كنت شوفن اطفال حجارة، كنت قاعد على التلفزيون طلع عليهم، هذول بالنسبة لي اطفال حجارة، كأنه اليوم اصحابي يعني فاهم. بس انا كنت كل البعد بعيد عبلين. طب شو الحوارات اللي كانت حواليك؟ طلع انا بدي احكي لك عبلين لأي درجة الوضع السياسي هاي، يعني ما كنتش مفكر اما بدي احكيها، يعني لانها قصة كتير كتير مهمة بحياتي، انه عبلين الوضع السياسي فيها صعب لدرجة اني ما انا بني ادم بحب يقرأ كتير من زمان، ولما رحت على المكتب العام بعبلين طلبت كتب عن فلسطين، وطلبت وقتها كتب عن الأقصى، وما كنتش أعرف إشي عن فلسطين وعن الأقصى.
وبعرفش لليوم ما فيش عندي تفسير عن جد ليش رحت أطلب هاي الكتب. أكذب عليك أقول لك يعني رحت بدي أعرف، ما بعرفش ليه يعني فيش عندي تفسير. عاملة المكتب العام اتصلت بأمي قالت لها شوفي مين بيلعب براس ابنك طلب كتب غريبة. لهاي الوضع، لهاي الدرجة الوضع بعدين يعني صعب. ففكرة فلسطين بعدين يعني هي مش اشي اللي بتقدر تقول انه هو لا يطرح كليا، هو زي اللي مش موجود، زي اللي الناس كأنه حطته باللاوعي سكرت عليه الباب واليوم بتفكر كيف تسد القرض بالبنك. طب رازي بعيدا عن التحليل هيك يعني من صور او مشاهد او حوارات، هلا ارجع يعني انا خبيته عليك هذا المحور عشان ما يعني ما تحضرش حالك له نهائي. انت كنت قاعد على التلفزيون بس كان في حوارات حواليك بتصير يعني بتسمعها، يعني سواء بالحارة بالمدرسة بالبيت او انت لحالك كنت بتشعر انه عم تتعامل يعني او بدك تتابع اطفال الحجارة او اي يعني مكان؟ مش متذكر عن جد يعني. انا الاشي الوحيد اللي متذكره من اكتوبر هو محمد الدرة صراحة، ما فيش عندي اشي تاني. اوكي وانا مش جاي من بيت اللي كان يعني اللي كان فيه انواع حوارات معينه، اللي كانوا يقعدوا عيلة قبل التلفزيون يتخرفوا. يعني انا جاي من ظروف اللي هي شوي كان فيها كانه ابوي ما كانش موجود، بالتالي ما كانش فيه اعداد، بالتالي قعدت على التلفزيون كانت لحالي. بالاضافه لانه في بعبلين او مش بس بعبلين، هذا موجود بكتير قرى حوالي يعني في نوع من انواع انه تحكيش بالسياسة. يعني مرة أنا بتذكر وأنا صغير كنت عم بحضر مسرحية عادل إمام تبعت الزعيم، وبتعرف في مرحلة بخبط فيها خطاب، فأجت أمي الساعة واحدة بالليل قالت لي سكر التلفون، تعرفش للجيران يروح يفكرون أن نسمع إشي، وسكرت لي التلفزيون. يعني إنه أنا لما بحكي عن جد، لما بحكي عن كم الرعب من السياسة بال48 أو ببعض القرى أو بالمينستريم، هو بعيد كل البعد عن شو ممكن تعرف عن مجموعة شباب من ال48 عندهم وعي سياسي ولا بعرفه ولا يعني في وضع كتير متطرف بالاتجاهين، فاهم؟ في وضع كتير يعني ما بتذكر عن جد ايش صار، بس بتذكر لما انا عرفت اسرائيل. احكي لي، بعرفش اذا بدك احكي لك يعني احكي لي مرورا. يعني اطلع واحدة من أكبر الأشياء اللي كانت تواجهني صعوبة لما بدي، أنا بني آدم ما بكذب حاله، كأنه إنه يعني ما يعني إذا في إشي تعلمته بالتعامل مع السياسة إنه كون واضح مع حالك مهما كانت الكارثة كبيرة. يعني ما تكذب، ما تطعم حالك أفلام، لأنه يعني مش راح يوقع غير على راسك، الإحباط ما بيجي غير عليك بالآخر. فإذا أنت بتكون واضح مع حالك، أنت على القليل إحباطك بيكون أقل شوي لما يجي. كيف بدي كيف كيف بدي كيف بدي احكي لك اياها؟ بس انا كانت واحدة من اكبر الاشياء الصعوبة اللي عندي بحياتي ان اشرحها، ان كان خلال وجودي بالضفة، ان كان انا بمسارات في عنا مكتب بغزة، ان كان بعلاقاتي مع الناس اللي برا فلسطين، ان كان مع اي حدا من برا 48. أكتر إشي كنت أواجه صعوبة فيه إنه أوصل له فكرة إنك أنت مش عارف إنك فلسطيني. بتعرف شو يعني؟ يعني إنك أنت ما تكونش عارف إنك فلسطيني، هذا إشي اللي ولا أي حدا بفكر ممكن يفهمه إلا بال48، لأنه مش موجودين إلا هون. فش فلسطيني ما بعرف إنه فلسطيني إلا بال48. ففي كتير في كتير حالة اللي موجود اللي هي حالة انه الناس ما بتعرف عن جد اذا هي فلسطينية ولا لا. وانا مش بني ادم اللي كان يعرف انه فلسطيني، يعني اكذب عليك اقول لك انه انا كنت اعرف انه فلسطيني ما لا لا
رازي، انا لما بسالك قاعد عم يعني بجرب ابني صور، انا بالعاده شو بقول عن ال 48 عن الشباب، انه انا بالنسبه لي كتير بقدر اي حدا عنده هيك يعني عند اشتغل او عمل إشي او طلع من سياقات وعزز هويه او خلق هويه وطنيه، لاني بقول انه انا يعني طلعت بطول كرم لقيت حالي صار مجموعه من الاحداث، علم فلسطيني رفعته باوسلو، لفيت اجى ابو عمار ركضت وراه، شفت الكوفيه، بعدين دخلنا بالفصائل، بعدين اجت الانتفاضه بال 48 بمصاري انا. اذا بدي اكون غاد، انا ممكن اكون يمكن احتماليه 20% واقل انه انا اكون محاط بتفاصيل تحكي لي انه انت فلسطيني. وانتبهت انه حتى انطباعات السابقه على فكره انه هبه اكتوبر او الانتفاضه الثانيه عملت إشي هز كبير، لا مش كبير الهزه كانت كمان. واحنا انا قلت لك لانه ما كنتش مجهز حالي انك تفتح موضوع بالليل، بس كل الحوارات اللي كانت موجوده على هبه اكتوبر بصراحه بحياتي هي كانت موضوع انه استشهدوا شباب وشو طلع لنا، يعني بصراحه يعني هبه اكتوبر مزبوط كانت لحظه تاسيسيه، بس هي لحظه كسر كمان. تعامل الأحزاب وتعامل الناس، تعامل لجنة المتابعة مع الحدث بأكتوبر وعدم البناء عليه ومحاولة احتوائه وتحويله لميزانيات أدى لردة فعل. إنه أنا بحكي لك أول برنامج أول خطوات السياسية كان في عندي كأنه كلمة يعني جملتين اللي دائما مرافقاتي بعبلين. الجملة الأولى كانت رح يحطوا لنا بريج المي بطيز وعبين ما تطلع المي من تمه، هذا الرعب. والجهة الثانية كانت انه يا نستشهد الشباب شو صار وين وصلنا كان. فهدلول هيك بتتم اليوم قراءة، خلينا نحكي بالمينستريم، هيك بتتم قراءة الحدث بال2000 بالانتفاضة الثانية. بس قال اللي كنت عم بحكي لك اياه انه انا بالاول ما تعرفت على فلسطين، تعرفت على إسرائيل. أنا الأول عرفت إسرائيل. ما أنا عم بسألك، خليني أجرب هيك مرة تانية هلا. تبنيش تحليل أو تشاركنيش تحليل، أعطيني مشاهد أنا أتواصل معها أكثر، صور قصص مشاهد صارت اللي ساعدت. أنا يعني لما طلعت أول مرة، عشان لما طلعت من عبلين للمرة الأولى طلعت على القدس، وطلعت أتعلم بالقدس، وكان عندي كل الوقت بحياتي يعني على القليل كانت عندي هاي الرغبة إنه بدي أطلع من عبلين، مش إنه بدي أطلع على القدس ولا بدي أروح وين بدي أروح. بسبب الظروف اللي كانت، بسبب الوضع اللي كان، بسبب حالة عبلين، كان عندي رغبة كتير رهيبة إني أطلع من عبلين، لأنه وهذا هاي الرغبة هي اللي دفعتني بالأول إنه أروح على القدس وأتعلم هندسة أدوية بالأول. كانه بس كانت الفكره انه بدي اطلع بس اتعلم، وكان طموحي انه انا بدي اتعلم اخلص تعليم اشتغل بشركه واتجوز. واليوم انا وسعيد نتمسخر على الموضوع نجيب تويوتا ونحط فيها عربيه ولد وندور زي اليهود يعني. بس لما وصلت على القدس اليهود اللي موجودين بالجليل يعني عنصريتهم مخبي، انه هو كتير بحبك، هو كتير بفرجيك انه هو مهتم في مصلحتك، لدرجة انه هو حتى بتطلع عليك بنظرة انه هذا المسكين اللي بدي اساعده يطلع من هذا المحل اللي اسمه عربي، من هذا المستنقع العرب. هذا كل الاستعلاء الابيض الاوروبي الوسخ تبع كل النظرة الاستعمارية بتتلخص فيه، تبعت انه شو بعرف، تبعت انه مين هو، تبعت انه لازم ننقذه، تبعت انه لازم نطلعه من محله. هذا الخطاب اللي انت بتذوته كمان، وانا كنت مذوته بشي مرحلة، اللي هو طب انه انا بتظهر بنعبلين على المدن، والمدن مش مدن فلسطينية، المدن مدن يهود، مدن اسرائيلية بالاخر يعني. فانت تحكي عن حيفا وحي اسرائيلي. فبالاول كانت اول خطوة الي بالقدس، وبالقدس فهمت انه هدلوه المجرمين، انه هدلول مش جيراننا، انه هدلول اللي عم بيعملوه هون يعني فيش حدا بيقبله على حاله يعني، ولا حدا بيوافق عليه، ولا حدا بيقدر يتحمله.
لما كنت افوت على الكافيتيريا بالجامعه واشوف العامل اليهودي كيف بتمسخر علينا كعرب بالقدس، لما مرقت بشارع رقم واحد وشفت وقتها 20 شاب اعلام اسرائيل عم بضربوا ختيار فلسطيني بالشارع، يعني هناك بصراحه اكتشفت اسرائيل. هناك اكتشفت انه هذا الوحش اللي كل الوقت انا شايفه بالجليل كانه هو المهرب تبعي من الليل، هو سبب كل الأزمات بالحياة، هو سبب المصيبة. ومن هون بلشت رحلة البحث عن فلسطين صراحة. بلشت رحلة البحث عن فلسطين كردة فعل على اكتشاف الوحش اللي موجود جوا إسرائيل وما منشوفه بال 48 كل الوقت. منشوفه كأنه واحد بفوت على محل الفلافل بيشتري من عنا فلافل وبحكي لنا إنه الحمص الفلافل قديش واو، وقديش هو بحب العرب، وقديش عنده أصحاب عرب، وقديش هيك وقديش هيك وقديش هيك. وإحنا ولا مرة منشوف، لأن بعاد إحنا ما منشوف هذا وهو ببلة الجيش شو بعمل، إحنا ما منشوفه وين واقف، إحنا ما منشوف. يعني بتذكر أول تاني مرة كنت فيها برام الله، لما طلعت وعلى القلنديا والجندية كانت يعني عم بتسب على زلم كبير قد أبوي، قد سيدي، سوري أبوي صغير، قد سيدي، قاعدة عم بتبهدل فيه. وسألتها قلت لها ليش هيك تعمل فيه يعني، فقالت لي لأنه أنت إذا بتكون محلنا هون تعمل أصعب. فوقتها أنا سألتها أنتوا ليش هون، وحملت حالي ورحت. ومن هناك يعني بلشت الأسئلة. يعني المسيرة تاعتي كانت إنه بتذكر يعني واحدة من الأشياء اللي كنت أستحي فيها أحكيها واليوم بحكيها بكل راحة، هي إنه أنا أول مرة فتت على رام الله بحياتي كان في مكتوب يافطة إنه ممنوع دخول الإسرائيليين لهاي المنطقة كذا كذا كذا، وأنا خفت وروحت، كنت بدي أروح بديش أفوت. لهالدرجة كنت ما بعرف مين أنا ولا شو بتعامل مع هاي البلد، لحد ما صفيت اليوم عايش 6 سنين، آخر 6 سنين في حياتي برام الله، فاهم إنه لأي درجة بتكون أنت مش شايف، بس لما تفتح وتشوف ولا ممكن. يعني كل الوقت بقول أنا بفهم الدين اللي بقول إنه اللي بتدين وبكفر أصعب من اللي ما تدينش، وهذا كتير صح، لأنه لما أنت بتكشف عينك على الحقيقة ما فيش كأنه عودي عنها إلا إذا ما فيش إلا إذا، يعني بصراحة إلا إذا أنت بعت حالك يعني. وكأنه اكتشاف فلسطين هو اكتشاف الإنسان بصراحة، بحكي لك اكتشاف فلسطين بالنسبة إلي هو كان بداية البحث عن شو يعني إنك تكون بني آدم مش بوكل وبشرب ومعه مصاري ومتجوز وعنده ولد. اكتشاف فلسطين هو اكتشاف كيف تعيش مع معنى لحياتك، كيف تعيش مع شو انت، كيف تعيش وانت بتدور على اشياء كتير 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 اهم من انك يكون معك سيارة ومصاري. كيف باختصار كيف تعيش بشكل ارقى من الحيوان لحد يعني فلسطين هي الاساس اللي برفعك. بفكر انا كبني ادم اللي ما كانش يعرف فلسطين، فلسطين هي اللي حملتني واخدتني الى مستوى انساني، لاني اقدر اقول عن حالي اليوم انا انسان. كل اشي عرفته عشان فلسطين، عرفته عشان أفهم فلسطين، لأنه فلسطين مش مفهومة ضمن بالنسبة لي، هي نوع من أنواع الإيمان اللي أنت لازم تدور عليه، لازم تجيبه، لازم تفهمه، لازم تقرأ موسيقى، لازم تقرأ أدب، لازم تقرأ سياسة، لازم تقرأ علم اجتماع، لازم تقرأ علم نفس إلى حد ما، لازم تقرأ علوم سياسية، لازم تقرأ اقتصاد، لأنه فلسطين مش هي بلدك اللي أخذوها اليهود، لا، فلسطين إشي أنت آمنت فيه عقبك، بالتالي بدك تفهم إيمانك لوين واصل، عدالة إيمانك. فهي الأساس اللي أنت بتصير تبني حوالي كل حياتك بعدين. أنا كنت بحكي رازي دائما بقول لك، كنت بحكي أنه في حالة 48 تحديدا حتى مش تراكم ظروف، في مرحلة ما في قرار أنه أنت تبحث عن فلسطين أو تبحث عن هويتك، قرار أنه أنت بدك تبذل جهد، بدك تتعب عشان يعني تتحدى أو تمسح تفاصيل ما أو تراكم، يعني في تحدي كتير كبير. لهيك في فارق يعني، حتى يعني في إشي عاطفي وفي إشي رومانسي، بس أنا تحديدا بشعر بعاطفة كبيرة وتقدير كتير كبير اتجاه كل شخص وطني بال 48 أكتر من جيل اللي في طول كرم وفي رام الله وفي وفي غزة، لأنه مش بتعاطى يعني أنا نشأته كان حوالي كل اللي أنت بتحكيه هذا، ما كان سؤال أبدا، ما كانش حاضر أبدا.
انت انولدت بمكان اللي في مرحلة ما اخذت انت القرار انك تكون فلسطيني، وانا هيك بضل اقولها، ابن ال 48 الوطن اللي احنا بنعرفه اخذ قرار انه يكون فلسطيني، بس فيش اشي حواليه بكله يكون فلسطيني يعني هيك. طب دك تفضل لا 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 تمام يعني تمام، ما هو جاي بالاسئلة. طب بدي اقفز قفزة انا هلا، انا بغطك بالسؤال هذا بس تمام. هو كان يعني هذا الملف لازم نفتحه بشي مرحلة كنا بغطك فيه، بس لانه انا كمان بهمني كمان انه في سؤال حل على رام الله، وانت كيف شفت رام الله؟ يعني بالعادة احنا منكون نحكي على 48 اكتر يعني هيك، بس انا بالنسبة لي اليوم حابب اسمع عن رام الله الحدا اللي اجى عليها 6 سنين هيك. في قبلها شيء لازم نحكي فيه ولا بتسمح لي اقفز القفزة هاي؟ طلع، ما هو يعني انه كانه انه انا اجيت على رام الله بصراحه بعد ما كنت عامل رحله طويله لريت عبلين. يعني انت بتقدرش تقارن عبلين برام الله، بس بالاساس تقدر. يعني انا يعني من جيل 17 صح لحد قبل صح لجيل 27 26 وانا عايش بمدن. يعني عبلين هي المحل اللي اليوم بقول عليه انه انا سبحت كتير بعيد away from home، بطلت اقدر اشوفه اليوم لعبلين. يعني بطلت اقدر اطلع عليه لورا. فإذا بدنا نحكي عن رام الله خلينا نحكي عن رام الله وال 48 عموما، مش عبلين هذا. انا هلا بدي اروح على رام الله، بس بدي اروح حرازي كيف كان لما راح على رام الله، يعني كيف يعني كيف كان شايف حاله، كيف كان شايف رام الله اكثر. كان انا لإلي صراحه شخص عبلين كان سؤال مهم اكثر، يعني على شيء يعني جديد اول مره بسمع هيك. وشيء تاني كان مهمني انه انا اتواصل مع اللي بدك تحكي عن رام الله، يعني بعرف انه انت خط مسار يمكن اخذ وقت وجزء اساسي منه اللي هو المسار تبع رام الله بتكوين يعني انا الهوية بفكر بتعزيزها اني بتكوين رام الافكار الله باكتشاف فلسطين. ايش تفضل يعني طلع، تفضل انا تفضل بفكر احكي. يعني رام الله كانت يعني لليوم، يعني انا عندي كتير تجارب سكن مع اماكن، يعني لليوم اثقل تجربة هي تجربة رام الله لليوم. تجربة جدا 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 مقارنة جدا بشو؟ مقارنة بكل شيء، رام الله تجربة مكثفة جدا جدا جدا، اللي أنا بفكر إنه الناس مش عارفة قيمتها. يعني مش عارفة قديش هاي التجربة مكثفة، قديش على صعيد شخصي وعلى صعيد بلد يعني نفسها. على صعيد شخصي يعني إذا بدنا نبلش بالشخصي ولا نبلش بالعام كيف بدك يعني. لا كيف ترتاح؟ طلع على صعيد شخصي، رام الله هي اللي نزلت لي فلسطين، من خلينا نحكي من فلسطين اللي دورت عليها، من فلسطين اللي خلينا نقول فلسطين اللي انا كنت مفكر انه هي حل كل مشاكلي. انه بتعرف انه يعني قبل ما اطلع على رام الله وقبل ما يعني لما اكتشفت فلسطين من خلال اسرائيل هي النقيض لفلسطين، وكل الظلم اللي موجود كنت افكر انه رح ينتهي باللحظة اللي بتنتصر فيها فلسطين. وهاي النظرة الثنائية اللي كتير يعني كتير رومانسية، ومش بس كتير رومانسية بفكرة فلسطين، لا خلينا نكون يعني نكون واضحين أكتر يعني مع بعض. يعني كل فكرة نظرتنا عن الفصائل الفلسطينية، كل فكرة نظرتنا للأسرى الفلسطينية، كل فكرة نظرتنا وبدحكيها بكل صراع، كل فكرة نظرتنا للشهداء، كل فكرة نظرتنا لأبناء الشهداء، كل فكرة نظرتنا لأبناء الأسرة، كل فكرة نظرتنا للمجتمع الفلسطيني، برام الله انهارت، بطلت موجودة كليا. أول أسبوع إلي برام الله كان يعني كنت شوي هيك مصدوم، بنساهوش، مصدوم من كم المحل الجميل والثقيل اللي أنا عايش فيه في امتدادي مع هويتي السياسية الفلسطينية. كنت لأول مرة بحس حالي أنا بمارس فلسطينيتي بكل راحة وحب وحرية. بعد 6 سنين رام الله
نقلت فلسطين بالنسبة إلي من هذا المكان الرومانسي لهذا المكان اللي كتير حقيقي، اللي هو مش رومانسي، اللي هو مش منيح كله، اللي هو فيه خرا وفيه منيح وفيه كتير زفت، وأنا دوري أعمل أحسن. يعني أنا مش كأنه أنا مش واحد من 48 اليوم جاي على رام الله وبتطلع على التاريخ وبتطلع على الثقافة الفلسطينية وبقول واو فلسطين، لا، بتطلع عليها وبقول إنه هذا فيه منيح وفي فيه زفت ولازم نحسن ولازم نظبط. هي فكرة إنك تبلش تتعامل مع فلسطين مش كحلم، إنما كشيء، إنما ككيان، كيان طبيعي جدا، فيه الخرا وفيه المنيح، مرات بيحمل عصاي بخبطك على راسك على المنارة، مرات بعبطك وبتتغطى بالعلم، مرات بتشوفه وبتلعن أبو الساعة تاعته، في لحظات كنت تتمنى إنك، يعني في كتير لحظات اللي بتتمنى فيها إنك يا ريتك ما اكتشفت فلسطين، أو يا ريتك ما عرفت فلسطين إذا هاي فلسطين تبعتكم. بس هذا كتير منيح، لأنه أنت مع الـ مع الـ مع الوقت بتفهم إنه فلسطين مش إلهم، يعني فلسطين مش لها الفصائل، فلسطين إلي وإلك ولكل واحد فينا، اللي هي إحنا اللي هي فلسطين. أنت بتفهم إنه هاي القوة السياسية اللي أنت قدستها بشي مرحلة بحياتك كنت تطلع عليها هيك لفوق، هن ناس كمان سارقين قضيتك، يعني مش بس كأنه هن ناس كمان مصدرين حقك بأنك تكون أنت، بأنك تكون فلسطيني، بأنك تعبر عن نظامك السياسي، أنك تشارك في 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 صياغة قضيتك، أنك تشارك في مين أنت بقضيتك. هذا كله كأنه صار لمرة واحدة قدامي زي واقع نزلت بوجهي، وقدامك خيارين، يا إما بدك تسب وتطلع، يا إما بدك تتحمل مسؤولية هذا الوضع القائم كفلسطيني، تطلع من محل انك انت ابن ال 48 اللي بده يضل زي سايح على القضية الفلسطينية، وتوقف وتقول هاي المعادلة انا ما بقبلها، مستحيل اقبلها، انا فلسطيني زي احمد اللي بطول كرم، زي جورج اللي في اسبانيا عايش مهجر، زي ميري اللي موجودة في امريكا، وهاي التقسيم اللي عملوها كلها هاي الخربطة انا بدي اتحمل مسؤوليه اني اضبطها. بس ما بس انك تطلع ترجع لمرحله ما قبل الوعي لفلسطين، هذا المستحيل زي ما حكيت لك. انه بس هو الفكره انه فلسطين بتبطل بالنسبه لك هاي الحلم الكبير، بتصير فلسطين بالنسبه لك هي إشي اللي متعب كمان، مش كتير، مش قليل فيه تعب، فيه كتير تعب وفيه كتير شغل، وانت مش واقف متفرج. فهذا اهم إشي عملته بحياتي رام الله، انه رجع، انه هي يعني زي رجعت لي فلسطين للمحل الحقيقي، كتير 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 حقيقي، اللي هو فيه العاطل وفيه المنيح وفيه التعب وفيه الراحه وفيه الحب وفيه البكاء وفيه الاحباط وفيه الامل وفيه كل هاي المشاعر المتناقضه في اي شعب طبيعي. تعرف الشعوب مش المفروض تكون تحب حالها كيف الناس عنا بحبوا فلسطين، انه لا انه كانوا انه الشعوب مركبه، وتفهم انه احنا مركبين، وتفهم كمان انه حتى الاسرى اللي بالسجون في فيهن المنيح وفي فيهن اللي مش منيح، في فيهن اللي اناني وفي فيهن اللي بمعطاء، وهذا الطبيعي. الطبيعي انه فلسطين تتحول للحم ودم، لقصص ناس، لحب وكره ولمليون عاطفة مركبة أكتر من هي فلسطين، هي فلسطين، هي زعتر، هي فلسطين، لا مش هيك كان. هذا اللي عملت فيه رمضة. طب قبل ما ندخل أكتر بخلاصات أو بتحليلات، بتقدر تشاركني هيك صور من يعني صور صدمتك بالمرحلة الأولى؟ خليني أقول يعني بالرغم من انك انت قاطع شوط، ومره تانية انت مش يعني في مرحله 10 سنين من عبلين لحد ما دخلت رام الله، بس مع هيك رام الله دائما يعني الناس بتشارك انه كل حدا سواء من طول كرم اجالها او من القدس واجالها او من 48 فيها صور تصدم، يعني انطباعات مسبقه او صور نمطيه. في كتير صور بتصدم رام الله، يعني انا اذا بدي الخص الصور اللي بتصدم رام الله بخلصش، بس بقدر اعطيك انواع الصور اللي بتصدم رام الله.
واحده من الصور واحده من اهم الصور اللي ما بنساها برام الله كانت عامل بالحسبه بيصرخ وبقول الله يرجع اسرائيل. احمد معي؟ احمد سمعني؟ كمل انت، الريكوردر عندك بكون سجال، بس بتعيد لي اياها هلا. عيد لي. كانت واحدة من اهم الصور صراحة، عامل بالحسبة، كانت واحد بالحسبة حامل عرباي وبقول الله يرجع اسرائيل. كانت هاي بالنسبة لي كتير صادمة، عدت يعني فترة وبعد هذا اليوم في راسي، ولقيت حالي بدفي انا وياه انه كيف انه كنا مفكرين انه لما تروح اسرائيل راح يروح كل الظلم، واكتشفنا انه الموضوع مركب اكثر من هيك شوي انا وياه مع بعض. وانه كان اذا راحت اسرائيل في كثير عشان نشتغل عشان نعمل واقعنا احسن. واحده من الصور الثانيه اللي كانت كثير 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 مهمة بالنسبة إلي هي أم أسير كانت تبكي على المنارة. كانت يعني قعدت وقتها تقريبا ساعات وأنا يعني بس صافن بأنه ليش وصلت هون، إنه قلوا لي ليش أنا لازم، يعني هاي أم الأسير هو المحل الوحيد اللي بالعالم اللي المفروض يحترمها على الوضع اللي موجود، المفروض يقدسها، هاي الزاوية اللي أنا المفروض أشوفها فيه أقرب للملائكية، ليش بلاقيها بتبكي على المنارة وحامل صورة ابنها إنه وين هاي الصدمة، من وين جاي، ليش كيف تقبلوا إنه توصلوا لهذا المحل. هاي كانت صورة جدا 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 صادمة. ما بنسى ليالي العيد وأيام العيد لما بهجموا 48 على رام الله وبطلع أتفرج عليهم، بطلع اتفرج على قديش بطلع عن جد بطلع بمشي وراهم بحب اشوفهم، بحب اشوف انا كنت امشي وراهم رازي انه يعني كانه بحب افوت على محلات اشوف شو بيحكوا كنت وهيك، لانه كتير حلو انك تشوف كم الكذب اللي هن عايشين فيه واللي انت تعرفه منيه اللي انت شايفه اللي انت فاهمه. يعني بتشوفهم كيف بتعاملوا مع السماعة الكبيرة هاي اللي هيك وبيشتروها من رام الله عشان تشتغل على البلوتوث، وبتلاقين بيحكوا عبرة ومبسوطين بالمحلات ومكيفين انه عم بيشتروها من رام الله بسعر كتير رخيص، وبالاخر رح يفتحوها ورح يجوا اليهود يسكتوا لهم اياها كأنه فاهم، انه لانه بالنسبة لهم اليهود هذا نوع من انواع الازعاج كأنه، وقدموا محاكم يعني على الموضوع. بحب اشوفهم كيف بيشتروا الذهب الفالصو في الشوارع، كثير في ذهب مضروب بالشوارع بموت عليه انهم يشتروا. بقدر اشوف كانه فيها بهاي الايام، يعني كنت اشوف قديش غبي الواقع اللي احنا مصدقينه، غبي 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 كثير كثير غبي. واحده من الاشياء اللي كمان يعني ما بنساها برام الله هي فكرة الناس صراحة، أحمد. الناس برام الله بعدها كتير منيحة، الناس بالشوارع، الناس بالمحلات بعدها ما توسخت كتير، عم تتوسخ اليوم، يعني فيش إشي بوسخ الناس أكتر من الاقتصاد، أكتر من المصاري، أكتر من الفقر، أكتر من القروض، أكتر من السرقة، أكتر من الظلم. على ما يبدو هاي بقايا المرحلة النظيفة، المرحلة الوسخة بعدها ما تغلغلت كفاية بالمجتمع، الناس بعدها كتير منيحة، ولا مرة ممكن تحس حالك بهاي البلد رام الله، دايما بتحس حالك غريب عنها، بس ولا مرة بتحس حالك ضايع فيها، يعني بتحس حالك غريب بس دايما في مين يلقاك إذا بتطلع هون ولا هون، دايما في حدا بيشبهك، دايما في حدا بيشبهك. شخصي الاشي اللي كان يعني له التأثير، يعني خلينا نحكي هيك زي وقع، هو لما استشهد باسل
لما استشهد باسل كانت يعني أول مرة بحس حالي إنه أنا مش بس فلسطيني، أنا بعرف ناس استشهدت. بهاي كأنه بهاي بهذا الوقت بطلت بعدها، يعني بعدها كأنه كل رواسب ال48 من خطاب سياسي، من نظرة دونية للقضية الفلسطينية. يعني بتذكر مرة أيمن عودي أجا وقف قال إنه مين أنا تقول لابن الضفة كيف يقاوم ولا كيف يناضل، ولا أقول لابن غزة كيف يناضل. بعدها كل هذا كأنه انهار، انهار على الآخر. وصرت أحس حالي إنه لي الحق في كل شيء في فلسطين. راز اجتماعيا كيف شفت رام الله يا اخي؟ انت مره تانية نزلت 2015 صح؟ يعني عم نحكي على 2015. كيف اجتماعيا وبنحكي احنا عن رام الله اللي فيها اهل رام الله وفيها طلع ناس اجتماعيا كتير من بطل رام الله. اجتماعيا رام الله مرعبه، يعني اجتماعيا انا بفكر فيه، يعني انا على القليل بشكل شخصي في اربع اشياء ضايقتني برام الله، او بعرفش اذا هن اربع عن جد مش عددهم، بعدني انت خبطتني هيك، بعدني انا بس امبارح رجعت من برام الله، بعدني مش ملخص عن جد. بس بقدر احكي لك شو الاشياء اللي عانيت معها اجتماعيا برام الله. بدي احكي شيء شوي غريب، انه بالنكبه إسرائيل كأنه فككت البنى الاجتماعية اللي موجودة في 48، مزعتها. أوكي. الكبارية، العائلات، الكذا، حملتهن وطردتهن على لبنان، صفوا لاجئين، واللي ضلوا هون صفوا مكسورين. كانت أول مرة برام الله خلال السنة الأولى تقريبا أو السنتين الأولانيات بعرف شو يعني طبقية اجتماعية عربية، اللي هي كأنه صح بيسألوك انت ابن مين، وبفرق انت ابن مين، وبفرق من وين جاي، وبفرق من وين تعلمت. وهذا كان بالنسبة لي جدا 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 صعب، صعب علي، مش لاني اعاني منه. يعني انت بتعرف انه كأنه في فكرة انه اللي من الداخل برام الله ما بتعاملوا معه في اطار هاي التقسيمات، انت جاي بعيد كفاية اللي ما بنقدر نسألك من وين جاي، كأنه انه انه المحل الاجتماعي اللي جاي منه تو ماتش بعيد عنه، فما بيسالوك عليه. فانا كنت البني ادم اللي بتطلع عليها من برا، ما بتطلع عليها وهو جزء منها، بس انتبهت قديش هي ظالمه، قديش هي انا مش رح اقبل حالي اعيش فيها ولا باي شكل من الاشكال. هاي الطبقيه الاجتماعيه تبعت بني ادم مش عامل اشي بحياته، وكل قيمته انه هو دكتور ولا راكب مرسيدس و حاطط نظارات لذيذات، وابنه بتعلم ببريطانيا واصله من بعرفش من اي عيله بنابلس ولا بعرفش مين. هذا يعني مش المفروض يعمل لي شيء، انا مش المفروض يعني اعطيه احترام بس لهي الاسباب. في كتير اسباب تانية اللي خليك تقيم البني ادم، اللي هي شو بعرف، شو بحكي، بني ادم منيح، بني ادم مش منيح، بني ادم خلينا نقول عنده رصيد، بني آدم فيش عنده رصيد فكري معرفي اجتماعي يعني أنا تقييمي للبني آدم هو للبني آدم، مش لعائلته ولا لمينه. هاي كانت بالنسبة لي كتير صادمة، كانت كتير كتير صادمة. الإشي التاني اللي كان صادم لإلي، أنا كنت مفكر إنه أهل المخيمات هن المدللين بالضفة. لا، لما انت بتكون من وين هذا الانطباع جاي؟ لما انت بتكون تطلع على فلسطين كفكره، ومع كل تقديس المخيم كل حياتي وانا بقرا عن المخيم كل حياتي، وانا بشوف المخيم كل حياتي، وانا بسمع عن المخيم كل حياتي، انه هن بيبيعونا المخيم، بيبيعونا سياسيا، بيبيعونا المخيم. وبتيجي على الضفه بتلاقي اكثر ناس مظلومه هن اهل المخيم، وبتفهم انه انك تكون ابن مخيم هذا مش بريفيليج، هذا يعني كارثه وقعت على راسك. وكان المصيبة عندي، أو مش المصيبة، كانت اللحظة المفصلية بهذا الموضوع لما قعدت أنا وابن مخيم ميكانيكي عنده كراج سيارات ونقل سكن بروابي، وكيف بحكي عن روابي؟ هون انهار المخيم بالنسبة لي. انهار المخيم. كان
كيف صارت هاي أصلاً؟ أعرفش. يعني أنا مخيمات طول كرم بعرف إنه في واحد بمخيم طول كرم يعني نط كل ثلاث شوارع صار بطول كرم، بس يعني أنا يعني هاي روابة بدها قصة تانية أصلاً بس يعني كمل. لما تسمع كيف كان يحكي عن روابة بتفهم قديش المخيم عبارة عن كابوس بيبيعوه القيادة الفلسطينية، كانت تبيعه للعالم كأنه يعني كأنه هذا جوهرة حياتنا المخيم، بس هن يعني مغتصبينه فوق اغتصاب فكرة المخيم أصلا بالسياسي وبالمجتمع نفسه، بالمجتمع الفلسطيني. الإشي الثالث الاجتماعيا كأنه كتير كان بضايقني وكتير كان بفهمه بس كتير كان بضايقني، هو أنه رام الله مشكل من دوائر فش فيها أفراد، فش فيها واحد بيجوش بيقيموك على شو أنت، بيجوا بيقوموك على مين بتمشي وبأخذوا عنك أفكار وبيبنوا عنك روايات وبيروحوا يحكوا عنك بمحلات، وهي كل الفكرة إنه هدول الناس بصهر معهن أنا يعني، فإنه في فش إشي اسمه يعني فش إشي اسمه إنك تروح وتعيش as an individual لحالك يعني، أو أنت وشريكك أو أنت وصاحبك زي كل المدن اللي يعني برام الله كأنه كل المجتمع مؤسس على دوائر أصحاب اللي أغلبيتهم غالبيتهم العظمى يا جايين من نفس البلد يا تعلموا بنفس المدرسة. صح على فكرة وهذا يعني بقول قديش البلد الناس فيها مش مطمنة، مش الناس خايفة، الناس ما بتروح تفتح حالها بواب علاقات جديدة، هي بتضلها بالسيف زون تبعها اللي اجى معها من الطفولة، وهذا كأنه كتير كان بضايقني لأنه كتير بحدني أعرف البلد يعني، بتعرف كل دائرة في إلها روابطها في إلها، وخاصة إنه هن دوائر اللي جيات من البلد أو من المدرسة، فهن جيات كدوائر مع ثقلهن من صف ثالث رابع، كيف كان كل واحد دوره بالشلة بعده دوره لليوم، اللي كان متنمر بصف سادس بعده متنمر لليوم، اللي كان ملطوش بعده ملطوش. بس أنا مش واعي، مش كأنه ما كانش عندي هيك تجربة، أنا تنقلت بكتير محلات وفي عندي صديق واحد كان موجود بعده، وباقي الناس بتعرف عليها تتلخبط هاي المعادلات، برام الله كلها قائمة كلها موجودة، وانت لما بتيجي من برا وبتكونش فاهمها انت بتورط فيها لأنك مش فاهم المعادلة، انت بتيجي زي اللي جاي من حيفا بدك تقعد ببار تسهر تتعرف على ناس تكمل حياتك، بس تكتشف انه مش هيك، انت تعرفت على ناس اللي الناس عندهم اصحاب صار اصحابك، انه ليه فيش حدا بفهم. بس انا بتخيل انه لانه جزء من انه البلد هي الناس فيها مش مطمنه يعني، انا الناس ما بتفتح لك ولا بتفتح لها وانت مطمن على اساس بدنا نسهر ببار ونروح ونكمل حياتنا، هذا بسبب بتخيل الحاله الاجتماعيه، بسبب الاحتلال، بسبب بعرف شو، بس بنفعش يكمل لازم نبلش نحكي مع بعض، ما بنفع نضلنا قاعدين دوائر يعني، دائرتك هي خلص لازم المفروض تتعب منها، لا تبلش تدور على شيء ثاني. حب انا اللي انت بتقوله، انا درست برا صح، لما اجيت 2011 2012 رام الله قعدت فتره اشتغلت وعشت فيها، انصدمت بفكره الدوائر هاي، فانا صرت يعني حتى يعني صرت قاعد بركض بدي اكون جزء من دائره، وفي البدايه يعني مش عارف كيف بدي اصلحها، بس في البدايه انا اخطات بحق ناس، بس انا سلوكي مش انه انا بدي اخطئ فيهم، بس انا بدي اكون جزء من دائره بسرعه يعني دائره اصحاب، بعدين على مستوى السياسي وحركات في دوائر كمان، بعدين في إشي وانت قاعد بتضحك يعني انا بضحك وانت قاعد بتحكي، انه انا فجأة برام الله يعني انا من يوم ما غادرت بطول كرم او حتى لما كنت بطول كرم ما كنتش اشعر يعني انه انا ابن طول كرم او انه فيش إشي بطول كرم بخليك تقول انه احنا اولاد طول كرم، بس فجأة برام الله بلاقي حالي قاعد في قاعدة انه في نقف متبادل، وفي انا واحد من اولاد طول كرم اللي بدي انكف على البقيه وبدي ادافع عنه، انه شوفي واذا بعدين حتى بتذكر اذا ما بتعملهاش بتصفي اوتسايدر، كأنه انه انا بفهمك انه كل انه انت مجبور تعمل توش عشان تثبت ولائك للدائره، لا خلاص بنت طول كرم ابن طول كرم وإشي تاني كمان انت جزء من دائره يعني، انا بتذكر كمان هلا انت هاي ممكن تشاركني فيها، ممكن يكون عندك ذكرى كمان يعني ذاكرة مشتركة، الحركات 2011-2012 شلة الأصحاب كانت، إنه أنت بتعرف تتخيل أنا موجود برا فلسطين أسرة وجالية ومظاهرات وهيك، انزلت أنت إذا بتكون مع يعني سياسيا، حتى سياسيا أنت ممكن تكون قريب من هون أو على مستوى أصحاب هون، مش المشكلة إنه أنت تكون بدائرة، المشكلة إنك أنت بتخسر بقية الدوائر
يعني انت فعليا بتلاقي انه في تصنيفات انه انت شو بتساوي هون، انت ليه اصحابك هون، ليه فلان هون، انت ليه اخترت هاد، ليه بتسهر مع هاد، ليه بتروح مع هاد، يعني بهذا المعنى. وهذا هذا هذا كارثة. انا كنت افكر هاي تجربة خاصة فيي، يعني لا 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 هي فعليا البلد هيك مبنية وهيك المشكلة هيك بتربيك. شو يعني هيك بتربيك؟ يعني كل دائرة بتقدر تعاقبك انها تزتك عشان هي يعني وكلها بتعاقب. يعني في نوع، في مصطلح انا تعلمته برام الله اللي هو العزل الاجتماعي، هذا انا ما كنتش اعرفه بحياتي، عن جد ما كنتش اعرفه بحياتي. وحياتي انا ما سمعته بعمري، انا لفيت حيفا، لفيت القدس، لفيت برا، عرفت اصحاب في كل محل، ما سمعتوش غير برام الله. وهذا اشي لازم يوقف، يعني ما بنفع يتكملوا عايشين فيه، لانه يعني مصيبه. هسه انا حليت هالمشكله مع حالي يعني تمام يعني، بس كانه كحياه ما بنفع تكمل. عزل اجتماعي بتقصد انه في حدا، في دوائر قررت تعزل حدا خارجها يعني؟ يعني لا، هذا الاشي دائما موجود في رام الله، انه دائما بتسمع عن واحد في دائره طلعوه يعني في نوع من انواع الضبط الاجتماعي من خلال الدوائر. يعني الدوائر نفسها بتشكل اداه ضبط. يعني حتى اللي انت حكيته قصة انك كنت مجبور تحس حالك توقف مع ناس ضد ناس، ليه؟ صح لانك بدك تكون جزء من دائرة، ما بدك تحس حالك اوتسايدر قاعد بالبيت لحالك فيش حدا بسهر معك. بس انا ما فيش عندي مشكلة لانه متعود بقعد لحالي كل حياتي، ما بفرق معي من هون حليتها. بس مش كل الناس تقدر تتحمل هذا الضغط الاجتماعي اللي موجود يعني. فانا مفكر لازم يوقف يعني. بتقدر تولع سيجارة؟ بدي اجيب دخان. جيبه. شكرا على انه بعتني اجيب سيجارة. طب اسمع كمان خليني هيك اسألك، ثقافيا كيف شفتها؟ بمعنى انه مش سامعك أحمد. ما كنتش سامعك، إسا رجع. قطع ورجع. كنت بسألك ثقافيا كيف شفتها، وخليني أنا أشاركك أول بعدين أنت رح تنكف علي وتنكف على رام الله كلها. بس أنا كمان بس إجيت حسيت أنه في دوائر عن جد برضو، كمان إذا بنضل نحكي رح أضل أحكي دوائر، أنا خلص تفكيت لي أزمة هلا. حرفيا كان في دوائر، اللي حتى الدوائر كيف بتعرف حالها، بتقعد بمقاهي يمكن، او بتعرف بعض بانه في مقهى كذا وفي مكان كذا وفي جمعيه كذا او في بار كذا او في مقهى يعني هيك. وكمان الاشي اللي انت بتحكيه كنا بنحكي على مستوى اجتماعي، اظن على مستوى ثقافي موجود بس كتير اعماق. بطلع على مستوى ثقافي يعني ما بفكر انه هو يعني في اكتر من مستوى ثقافي برمال، فيش مستوى ثقافي واحد. حلو، دخلنا مستويات. هلا اجتماعيا في دوائر، هلا مستويات ثقافية. في المستوى الثقافي اللي مرتبط بالسلطة، هدلول كأنه هن مثقفين عايشين على إرث بقايا منظمة التحرير، بيشتغلوا بوزارة الثقافة، بيشتغلوا مرتبطين بالسلطة بشكل أو بآخر، مستشارين، بتلاقيه شاعر وبنفس الوقت موظف وزارة خارجية، بتلاقيه أديب وبنفس الوقت بصير وزير. يعني هدلول هن كأنه هدلول طبقة، هدلول يعني طبقة معينة اللي هن إبعاد عن السياسة كمان إلى حد ما، يعني ما بيحكوا كتير بالسياسة لأنه إذا بتكون قريب على السلطة ما بتقدر تحكي بالسياسة منيح. أنا تعرفت عليهم فترة كتير كتير قصيرة، يعني خلينا نوضح إنه أنا كل الوقت كنت موجود في رام الله، وكان كل الوقت بالنسبة إلي أهم لي أشوف من إني أعيش، فبالتالي حاولت قد ما ممكن أكتر إني ما أضلني على الآن في محل واحد، يعني بعرفش يمكن أنت بتعرف شوي كيف. شو يعني أهم لي أعيش؟ ما فهمتش. أهم لي أشوف. يعني كنت كل الوقت بدي يعني كنت عارف اول اشي، كنت عارف انه مش راح اضلني عايش في رام الله كل حياتي، وكنت بدي اطلع منها بتجربة قد ما ممكن موضوعية، ما كنت بدي انحسم مع حدا. حتى اليوم اذا بتطلع بتلاقيني انا مصحاب مع كل الدوائر تقريبا، فيعني كنت واعي للاشي انه انا ما بدي. فقدرت اشوف
باكتر من محل. وانا بقول لك في 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 برام الله النخبه الثقافيه اللي مرتبطه بالسلطه اللي هي نخبه فقيره ماليا. السلطه ما بتوزع كتير مصاري وما بتعطي مصاري، نخبه فقيره ماليا مرتبطه بالسلطه كتير، والثقافه بالنسبه لها هي عمليه ترفيه عن النفس اكتر من ما هي يعني عمل ثقافي عن جد يعني كبير. في المستوى الثاني من الثقافة هو المثقفين اللي بسموهم، خلينا نقول مثقفين الهاي ليفل بالمؤسسات، يعني هدلول معهم مصاري، هدلول عندهم علاقات، هدلول تعلموا بجامعات برا، وهدلول مسيطرين على موارد الثقافة الكبيرة بفلسطين. يعني انت بتحكي عن المؤسسات الكبيره والناس اللي قاعده فيها، يعني هدول طبقه مثقفين مختلفه عن الاولى، ما بتندمج بالاولى لانه بتستعلي على الاولى، وعندهم موارد اللي بتكفيهم يعيشوا بفلسطين وباي محل تاني بيختاروا يعيشوا فيه، لانه عندهم ارتباطاتهم، عندهم لغاتهم، عندهم علاقاتهم برا، وعندهم مؤسساتهم اللي قاعدين عليها من فوق اللي هي بتجيب مصاري كتير. وهدول المثقفين اللي لما انت تسأل عن مستوى الدخل تبع المثقفين وتسمع شو مستوى الدخل تبعهم، يعني انت تفهم ان هذا عالم ثقافي اكتر ملائم لبرلين من رام الله ولا لنيويورك من رام الله. هذا عالم يعني كأنه هذا عالم ثقافي اللي هو بمستوى ورام الله بمستوى تاني كليا، يعني هذا عالم عايش بحاله. وفي المستوى الثالث من المثقفين اللي هن هدول انا بعتبرهم يعني انا بسميهم المثقفين الصادقين والضايعين، اللي هن المثقفين اللي لا هون ولا هون وصادقين كتير بدهن ثقافة عن جد، بس بنفس الوقت ما فيش عندهم موارد، بنفس الوقت السلطة مسكر عليهم الموارد تبعتها، وبنفس الوقت هن عائلهم مش مريحهم يوصلوا للموارد، هن ما بيعرفوا فهدلول بصيروا يموتوا بعد فترة لأنه ما بوصلوا للموارد، وما بتقدر تضلك تعيش مثقف بدون موارد، وبضلوا بعاد لانه علاقتهم بالنخبه الثقافيه تاعت السلطه كتير هن بيستعلوا عليها، وعلاقتهم بالنخبه الثقافيه تاعت المؤسسات، المؤسسات تستعلي عليهم، فبالتالي بصفوا زي بالساندويش هيك بالنص وبضلوا هناك لحد ما يعني. فهاي انا برايي الصوره يعني تحليل اولي جدا جدا، متاسف انه ممكن احكيه بهاي كانه القطعيه، بس انه هذا التحليل الاولي للوضع الثقافي كيف موجود وعم بعيش في رام الله. انا شكلك انت يعني قاعد بفكر انه انت مش يعني مش ناوي ترجع ابدا على رام الله هيك، يعني تطلع لانه يمكن كل السياسه كل السياسه والبوليتكس اللي عملتها بسنين هاي انك انت تكون بكل المستويات وبكل الدوائر، شكل اليوم دخلص لك عليها. انا اطلع يعني اطلعك من دبلوماسيتك. الشيء اللي مريحني بحياتي انه هذا الحكي ولا مره خبيته، انا بنادم بحكي الحقيقه، يعني اللي بفكره بحكيه، وهذا حكيته للكل، يعني مش انه كانه هذا شيء خبيته عن حدا، يعني اللي يعني هذا إشي حكيته لكل هاي. صح صح. وهذا يعني صح. لا وهو كتير وصف دقيق يعني حرفيا، يعني لسه آخر طبقة أنا بظن آخر مستوى اللي أنت حكيت عنه يعني أنا أجد أقول هدول اللي بطقطقوا، يعني بطقطقوا على يعني على على بالثقافة بالفن بالأدب بكذا، وبيحاولوا يكونوا هون بيحاولوا يكونوا هون، هو عنده موقف من السلطة وبدوش يكون جزء من السلطة، بس إله فترة شغال فيها وبنفس الوقت شغال مؤسس من المؤسسات، وبنفس الوقت بشعر إنه طول الوقت لازم يبرر ولازم يسب على المؤسسة اللي بيشتغل فيها، ولازم يسب على المؤسسات ويسب على السلطة ويسب على الكل عشان يحس منيح مع حاله. بس يعني أنا كمان ما بفكر انه هذا وضع صح يتكمل فيه، انه بالاخر يعني يعني في 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 يعني ما يعني اذا لانه فلسطين، انا بحكي لك الازمه السياسيه من كل الوقت الازمات السياسيه بالاخر، لانه فلسطين لهالدرجه وصلت لمحل ضياع وتوهان اليوم اللي بطل فيها معايير لاي شيء، فبطل فيه حدا عن جد عارف انه 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 هو يعني انه صارت انك تسب بدون ولا اي فهم لاهميه المسبة، هو جزء من ممارسة الحياة الاجتماعية تاعت الدوائر، وصفة انك ما تسبش هو جزء من ممارسة الحياة. يعني كل اشي يعني اللي انتبهت له برام الله انه كتير اشياء او اغلب الاشياء ممكن تفسر شخصيا بصراحة، يعني وهاي مصيبة طبعا طبعا، وهاي مصيبة طبعاً. لما ترجع التحليلات طبعاً. وتلاقي تفسيراتها شخصية مصيبة، لانه احنا انا بتعامل مع الحقل الثقافي بشكل كتير جدي،
يعني وبوجعني انه هون. وكمان في إشي، يلا بدي أدخل على النخب السياسية يمكن والأحزاب اللي أنت أكتر شيء يعني كنت قريب منها بظن، بس كنت بدي أحكي على شغلة القطعية اللي برام الله، يعني في شكل مزاودة وثقة وقطعية بالرأي الشخصي اللي أنت ممكن، أنا ممكن أحكي شيء على الرازي بس كيف بحكيه هو مش قاعد بنكف عليه ولا بنم ولا هيك، في إشي بوخد يعني أنه في موقف قطعي أنا مجبور أخذ موقف من رازي. بعدين يعني انت بصير تطلع انه انا ليه مجبور اعمل هيك. انا لسه بدي اسالك انه ليه الناس بتكون متوتر اجتماعيا على بعض، يعني السؤال على مستوى ثقافي وعلى مستوى سياسي وعلى مستوى اجتماعي بتلاقي نفس الانعكاس، بس عن جد الناس موتوره. انا اذا بكون هناك، انا بالمناسبه انا او انت اذا هينا برانا يعني واحنا واعيين، بس اذا بندخل ومنعيش جواها كتير بصير جزء من السيستم هذا، لانه يعني بدك تطلع. انا دائما بحكي انه بحالات الحرب ما فيش مكان للي بده يوقف بالنص، كأنه كل ما الحرب يعني تطلع حتى بالموضوع السوري، تطلع بموضوع الصين وأمريكا، كل ما الحرب تتأجج أكتر ببطل في محل وسطي، يعني بروح المحل الوسطي. والصراعات هاي الاجتماعية اللي موجودة في رام الله بصراحة هي الصراعات الوحيدة اللي حقيقية عم يعني بتكون. يعني نكذب على بعض انه ليه انه هاي الصراعات الوحيده اللي الناس عم بتخوضها اليوم وبيخليها تكون حقيقيه. وبصراحه احمد احكي لك يعني واحده من القصص اللي صارت معي اخر اسبوعين، انه بعتت سعيد صاحبي يحلق عند الحلاق اللي بحلق عنده برام الله، سهني حلاقين اثنين، كانوا ثلاثة، واحد منهم سقط، أنا كنت أحلق عند اللي سقط، راح نقلت عند الثاني وضليت نحلق عنده، ضلوا اثنين. راح عند سعيد عندهم فبلشوا يحكوا علي وهيك تعرف كالعادة، اللي هو بقولوا له بتعرف إنه رازي كتير محافظ؟ فقال لهم إنه رازي محافظ؟ قالوا له آه، رازي صار له سنتين بضل يحلق عند نفس الحلاق، بحلقش عند الثاني. سأنا مفكر لأني زبونه ما بينفع أحلق عند الثاني، أنا مفكر بزبطش أحلق عند الثاني. فرحت عندي بقول لهم إنه يعني أنتوا طب كان بينفع تسألوني؟ أنا صار لي سنتين بأجي عند، كم فتحكم معي؟ وهاي بفكر كأنه إنه هي أزمة نص أو ديش أبالغ كتير، يعني 90% من البلد إنه ما بحكوا، كل واحد قاعد متمترس بزويته وما بحكي. يعني احمد ولا انا ممكن اقعد افكر عن احمد سنتين واقرر عن احمد شو هو واحسبه على محل، ما بتكون شايف احمد، ما بتكون شايف احمد، ما بكون شايفه ولا رافع له تلفون ولا بتعرفه ولا سامعه ولا مجرب. يا عم تعرف احنا كبني ادمين يعني احنا بنقدر نحكي، هذا كتير مهم انه بنفع نحكي مع بعض. احنا مشكلتنا يعني كانه مشكله فلسطين كلها قديش في فيها حيطان، قديش في فيها حيطان بين ال 48 وال 67، بين الضفة وغزة، بين الجار وجاره. الناس ما بتحكي مع بعض، الناس بتفضل تحلل وتصدق تحليلاتها، تتعامل مع التحليلات as a fact وهي مش حاكي. وهون بفكر جزء كتير كبير من المصيبة انه ما بنحكي مع بعض كفاية. رازي كنت بمسارات ها وقبل مسارات كنت بتعرف، خليني أقول كل الشباب اللي عملوا أو كانوا جزء من أي حراك موجود في رام الله، وحتى أظن أنت قبل يعني قبل ما تبلش بمسارات بلشت كنت كتاب تعمله عن الحركات أو كنت جزء من كتاب عمل عن الحركات يمكن في رام الله. اشتغلت على 2012-2013 زي هيك يعني كنت زمان. كنت يعني قبل مسارات وخلال مسارات، يعني أنا كل الوقت يعني بالاساس بمسارات بس كنت اكتب كل الوقت، يعني كثير اشتغل كتبت بكثير محلات يعني. فانه يعني بس اللي بدي اقوله انه انت عرفت واحتكيت بكل النخب او الشخصيات او الرموز او النوعيات والمستويات والدوائر السياسيه الفلسطينيه. هاي افرد لي فيها، هاي خبرني عن كل دوائرها وكل مستوياتها، وانا عندي فضول اعرف. بالمناسبة عندي فضول أعرف هاي بالموضوع السياسي تحديدا، أنت كيف كان تصورك عن الرموز والقيادات والفصائل والأشياء اللي بعد ما أنت قعدت بغرف مغلقة ودخلت وعشت وشفت وسمعت واحتكيت وشفت الإعلام شو بيطلع عليه وكيف الناس بتأثر عليها وبتأثر فيها وبتنشحها إنه هيك. طلع أحكي لك كل شيء رازي. أحكي
احكي لك بصراحة، يعني في مرة كنت قاعد انا وواحد صاحب وقلت له انه يعني تأكيد انا حكيك، قلت له بفكر انه كان كتير غلط اني اشوف هاي الاشياء بهاي الجيل. واو، يعني في مرحلة من المراحل كنت بدي ارفع ايدي عن فلسطين كلها، قد ما النخب السياسية كذابة كلها دون استثناء، كذابين كذابين كذابين، وبيكذبوا بدون ما يرمشوا، كأن يعني بدون ما يترددوا للحظة بيكذبوا يعني. طلع بصراحة في عندي كأنه هذا كمان يعني هذا اللي يعني انت كمان حكيته، يعني نفسه هو يعني بتقسم ل يعني هاي الحديث، انا بقسم الوضع السياسي الفلسطيني دائما لكثير مستويات، لانه مآمن ان الاشياء ولا مره بتكون بجره قلب، وهذا كثير غلط، انه لانه في اكثر من مستوى، في مستوى النخب السياسيه اللي هي مسيطره على الفصائل وعايشه، هذا المستوى الاول، في مستوى اللي حواليهم يعني الناس اللي مش سياسيين بس حوالين الطبقة السياسية، خلينا نحكي محاضرين الجامعات، هدلول اللي بيصيروا وزراء، هدلول 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 أساس الأزمة بصراحة. أزمتنا بنخبنا. وفي المستوى الثالث اللي هو مستوى الحركات الشبابية والشباب اللي أنا جزء منهم، يعني ما بزيحهم عن جميع، بس خلينا نحكي على المستوى الأول والمستوى كأنه اللي حواليه اللي هو كتير مهم، ومش رح يعني كأنه مش رح أجمل الأشياء. المستوى السياسي، نعم المستوى أنا ما السياسي أحكي لي كل شي راجل. المستوى السياسي الفلسطيني أنا الإشي الوحيد اللي مش فاهمه بصراحة عليه، يمكن من شو مرق، بس المستوى السياسي الفلسطيني مفيش عنده ضمير فكر، إنه يعني ما مش عم بخاف على الناس، انه كثير بكذب، انه انت شو بتشوف البيان طالع وشو انت بتعرف معلومات عن شو صار، هدول اشياء مختلفات كليا، وكلهن هيك، كلهن 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 هيك احمد، كلهن شو فتح وحماس بيحكوا مع بعض بالغرف المسكره يختلف كليا عن شو في بالبيانات. انا ما بقرا اخبار فلسطينيه لانه بعرف انها كلها كذب، ما بقرا عن جد ما بقرا، انا اذا بشوف خبر فلسطيني بزيحه على جنب لانه كله كذب. القيادات تبعت الفصائل والأحزاب، شعوري الوحيد اتجاههم انه هن حاسين حالهم تعبوا كفاية واجل الوقت يقبضوا رغم انهم فشلوا، يعني هن تعبانين كفاية واجل الوقت يستثمروا تعبهم. إسا انا ما عنديش مشكلة اذا بدك تستثمر تعبك، بس تعبك يكون نجح على الأقل، يعني مش تستثمر تعبك اللي هو مش ناجح، يعني كأنه انت فشلت، يعني انه يعني كنتوا لازم انتوا تموتوا في لبنان، ما متوش، بس انا ما بقول انكم تستثمروا، كانه فانه كنتوا لازم تخلصوا هناك. في نوع من انواع التعاطي مع، بتعرف، في السياسه بمفهومها الثوري اللي هو كتير نقي وكتير واضح، هو سياسه بتسعى فيها لانك تستعيد السيطره على الموارد بتاعتك، وفي سياسي بالمفهوم الحقير تبعها اللي هو كيف بتسعى لتوزيع الموارد على حالك. الحاله الفلسطينيه اليوم هي بس الثاني. اقول لك بصراحه ما فيش حدا بهاي النخب السياسيه اللي موجود مؤمن انه راح يحرر فلسطين بالوقت القريب او عزمنه، فيش حدا فيهن مؤمن انه هذا المشروع تبعه رايح لمشروع تحرير، كلهم مؤمنين انه المشروع تبعهن هو مشروع حفاظ على السلطه، مشروع حفاظ على السلطة، مشروع بقاء في السلطة، إن كان من حماس في غزة وإن كان من فتح بالضفة. أنا كتير ناس ما بتوافق على هاي المقارنة اللي أنا بعملها بين اثنين، بس تعال أحكي لك بصراحة، فتح وقعت أوسلو ب93، قاتلت بال2000 كمان، التغييرات الكبيرة ما بتصير بيوم يومين، وما بتصير بشهر وشهرين، وما بتصير بثلاث وأربعة أشهر، في طريق بيمشوه، وانا شايف انه حماس الطريق اللي ماشيينه بغزه، درجه تمسكهم بالسلطه على كل حساب ممكن يؤدي فيهم لوين وصلت السلطه اليوم. فانا شايف يعني على القليل خليني احكي لك العداء بيناتهم بينات بعض،
يعني إذا أنت بتشوف عنصر أمن وطني كيف برام الله بكره حماس وممكن أن يكسرك لأنه قالوا له أنك ممكن تكون حماس، بس بنفس الوقت كيف بتشوف عزام الأحمد وأبو مرزوق بتوشوشوا بالجلسات المغلقة بتنصدم أن هن إذا متفقين على إشي متفقين على استمرار الوضع القائم. باختصار على الآخر بحكي لك على الآخر في الطبقة الثانية اللي هي مش أقل سفالة ومشكلتها إنها بعدها محترمة بالبلد ومش مكشوفة، اللي هي طبقة الدكاترة الجامعات، طبقة المثقفين اللي بيصيروا مستشارين، طبقة الناس اللي خلينا نحكي بتنعد كلاسة وإليت في رام الله وبتكون معارضة للسلطة. هاي الطبقة معارضة لحد ما يعرضوا عليها إشي، يعني كأنه هاي الطبقة كأنه إذا بتيجي بتقعد معها بناتك أنت وياها وبتشوفها كيف تحكي على أبو مازن مثلا وبتسمع عن كيف تصرفت في لقاء مع أبو مازن تفهمش، تنفصم، تفهمش أنه أنتو يعني شو بتبيعونا حكي. يعني واضح انه التحليل او ببيعونا حكي وبروحوا بيشتروا عند السلطة او بيعملوا حال المعارضين عشان السلطة تحاول تشتريهم. وانا بقول لك ازمتنا في هاي النخب، لانه هاي النخب هي النخب اللي المفروض تكون صادقة، هاي النخب اللي الحركات الشبابية القاعدية الجديدة بتآمن فيها انه هي نخب اللي في عندها نوع من انواع المصداقية، بس كلهم لما انت تشوفهم كيف بتعاملوا مع السلطة نفسها كسلطة قديش بيكونوا جبنة. أحمد جبنة جبنة جبنة، بتعرف شو يعني جبنة؟ ما بخافوا جبنة، يعني بيكون الواحد فيهن يعني عم بطرح حاله باجتماع مع حركات شبابية كأنه هو يعني كأنه هو بستنى بس إنه السلطة يعني إنه أنتوا إحنا مؤمنين فيكم إنكم أنتوا التغيير. بيكون يقولك بتروح معه بتقعد معه عند أبو مازن بتلاقيه عند أبو مازن يعني شايف أبو مازن صلاح الدين يعني. فهذا النفاق، الكم النفاق عند هاي النخبة هو أزمتنا الأساسية ومشكلتنا إنه السلوك الاجتماعي اللي حكينا عليه بالأول بيعطي هاي النخب نوع من أنواع القوة اللي مش مفهومة، اللي مش مفهومة قوتهن الطبقية اللي حكينا في حصانة في تبرير بتعطيهن قوة دافعة اللي بتلاقي الواحد مستميت بالدفاع عنهن رغم إنه أنا كنت أكون قاعد وعم بضحك لأني عارفهن عارفين رغم انه بيشبهوش بعض، هم بيشبهوش بعض لا بس لا. هو دائره واحده فخلص لا 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 مش كمان مش دائره واحده، ممكن يكونوا مجرد شكل واحد يعني، ممكن تشوف واحد فيهم هيك بنظارات ومرتب وتشوف كمان واحد فيهم بمحل تاني تقول هدول من نفس الطبقه تمام، فلازم نعطيهم احترامهم يعني رغم انه يعني هن بيكونوا قاعدين يعني بيكونوا انا بشوفهم شو كنت اشوفهم وبدناش نقعد نذكر اسماء يعني اللي هن يعني اليوم لما اسمعهم بكون قاعد عم بتبسم وبضحك. وفي كأنه الوضع السياسي الأخير وهون اللي الواحد بيحكي فيه بيحكي عنه بحرقة اللي هو الشباب اللي زينا اللي هن جيلنا وشو صار فيهن، أنا بفكر يعني هون المصيبة إحنا كنا مراهقين كفاية بفكر اللي ما عرفناش نتحمل حجم المسؤولية، كتير إيجو اللي ما بتقدر تشتغل معه، كتير مراهقة بدون فهم عميق، كتير ذاتية بدون موضوعية، وكتير عدم فهم لأهمية شو يعني تفكر بشكل استراتيجي، شو يعني يكون عندك مشروع. كل هاي الحركات اللي احنا كنا جزء منها ما كانتش تقول ولا اي شيء غير بدنا نحرر فلسطين، نحرر فلسطين، شو يعني تحرر فلسطين؟ شو يعني شو مفهومك لمعنى تحرير فلسطين اصلا؟ وين انت واقف اليوم؟ هاي الحركات ما قدرت مع الاسف الشديد ما قدرت تشكل عمود فقري، ما قدرت تبني سيستم. تعرف المنظومه اللي بتبنيها مش مهم مين بوقف على راسها بتضلها شغاله، ما عرفنا نبني منظومة لأنه كنا كل هالقد دايرين ورا ذاتنا لدرجة اللي ما عرفنا نفكر بشكل أبعد من ذواتنا، ما عرفنا إحنا كذوات نندمج في 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 نوع من أنواع المشروع. فبالتالي هاي الحركات ظلت عبارة عن حركات
موضعية، تطلع بمرحلة معينة، بتبز بمرحلة معينة، تطلع من هون، شكلت علاقات اجتماعية زي علاقتي أنا وياك، زي علاقتي بزوجتي ديانا اليوم، زي علاقتي بفلان، زي علاقتي بعلان. بس ولا حدا يعني كان يفكر بهذا الشكل. اللي اليوم أنا لما باجي بتطلع على باجي بتطلع خلينا نقول باجي يعني باجي بتطلع على شو قدرنا نبني انتو بالكبير، احنا ما بنينا اي شيء ثابت، احنا بنينا موضة، والموضة كأنه بدون فكر وبدون عمود فقري يمسكها تضلها ماشية بتروح. والإشي اللي صراحة اللي كمان يعني خليني أحكي لك إنه هو يعني واحد من الأشياء الكارثية بهاي المجموعات، إنه ما بيعرفوا أهمية أو ما فيش وعي لأهمية إنه كل واحد عنده دوره، ما فيش وعي لأهمية احترام الآخر في مكان الآخر. فيش حاجة كلنا نعمل نفس الإشي، فيش حاجة كلنا نكون قيادة، فيش حاجة كلنا نكون بدنا نبين بنفع، كأنه كل واحد فينا يعمل اللي ممتاز فيه ونعرف نقسم أدوار بنات بعض. بس الذاتية تبعتنا مع الحرب من إسرائيل، مع الحرب من النظام السياسي التقليدي، أدى مع بعض لأنه إحنا صفينا بالآخر. يعني عم نحكي عن تجربتنا كمجرد تجربة، بالوقت اللي فلسطين كانت لازم تحكي عن هاي التجربة، مش إحنا نحكي عن تجربتنا الشخصية. حتى لما إحنا منيجي نقيم اليوم، منقيم المرحلة من خلال تجربتنا الشخصية فيها، ما منقيمها من خلال دورها في التاريخ السياسي لفلسطين. وهون كأنه بلشت لنصيبي مع كل الزفت على القيادة القديمة. بس خلينا نتذكر أنه ياسر عبد ربه كان عضو لجنة مركزية أو عضو لجنة تنفيذية منظمة التحرير بجيل 23. هدلول القيادات مزبوط فشلوا، بس عملوا أشياء بوقتها اللي إحنا ما قدرنا كمان نعمل. ما ننسى هذا الشيء، ولازم كمان يعني نكون واضحين مع حالنا إنه إحنا ما عرفنا نبني ما يسمى بالمشروع السياسي. مش شعارات، الشعارات للتعبئة، هي أنا شايفين كيف عم بكذبوا فيها. وبقول لك بصراحة الشعب الفلسطيني تعب من الكذب، تعب تعب تعب، كله عم بكذب عليه، كله عم بكذب على هذا الشعب. وإحنا لما أجينا بدنا نشتغل سياسي، إحنا كمان كنا نكذب على حالنا ونكذب على الناس ونفكر. أنا اليوم يعني بقدر أحكيها بكل صراحة، بأحداث الأخيرة كان في ناس بعدها بتفكر كيف ممكن نستغل الشارع. اتركوا هاي المصطلحات، اتركوها لهاي المصطلحات، الشعب عرفها. كل اللي عم بيصير واللي انتوا جايين بدكم تخلصوا الناس منه وعم تحكوه، لانه يعني وهون انا بفكر انه هون 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 المصيبة الكبيرة، انه احنا كان في عنا تجارب، بس هاي التجربة مش يعني ما لم ترتقي لمرحلة انها تكون تجربة فلسطينية. هاي تجارب شخصية، وهذا خسارة يعني. ورح نحكي على الموضوع كتير، بفكر انا رح احكي عنه كتير بالفترة الجاية. بس يعني بكبير انا وانا بحب يعني انا كمان يعني صراحه هاي المرحله اللي انت عم تحكي عنها، انا بتعرف في إشي جواك بحياتك بكون في مواقف او تفاصيل ملفات مفتوحه. انا لإلي كل مرحله رام الله كان في فرصه كتير مهمه، وفرصه يعني رح نحكي عنها كفرصه ضيعناها. انا مفاجاتي ولليوم جزء منها، يعني في ملخصات كتير الواحد بيحكي عنها، بس انا بظن كانت يبدو لي في شكل العمل السياسي بفلسطين ماخذ شكل على مستوى تنظيمات، على مستوى أفراد، على مستوى حركات. إحنا ما قدرنا، بالرغم أنه أنت عم تطرح حالك كبديل وكمجدد وكحدا ثوري وكذا وكذا، بس أنت فعليا كررت كتير نماذج. وإشي تاني كنت أنا أتفاجأ أنه الكل عم بزاود على التنظيمات بلا استثناء، حتى أبناء التنظيمات اللي كانوا بالحراكات، ولكن فعليا هو شايف حاله بالتنظيم لقدام، يعني شايف الحراك نفسه ماشي على التنظيم. وإشي تاني حتى الحدا اللي بمكان خارج التنظيمات عم بعارض السلطة، بس بعارضها لأنه كمان بده يكون جزء من النخب اللي أنت حكيت عنها قبل شوي، صفتها بشكل كتير مهني وشكل كتير لطيف، انه هو بده يكون كمان واحد من المستشارين او دكاترة الجامعات او المثقفين اللي باخذ دور كمان بالسلطة، وهو محصن بدائرة اجتماعية قوية بترفعه وبتدعمه لكمان لقدام. انا صراحة كتير يعني ما زلت لما بتطلع على 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 على, على الحركات بكل فترة، وانا يعني بكون مزعوج جدا لانه ما مر عليها وقت، بس لساتنا قاعدين بنشوف الناس اللي جدا صادقة بتنزل على الشارع،
وقادر أشوف على مستوى لما واحد بده يحول الشارع لمقولة سياسية كيف برجع بحولها لنفس المقولات الثانية. وبس تجرب تسأل كيف الأوضاع تنظيميا عم بتكون جوا، أو خط مين هذا اللي على اللافتة، أو مين اللي جايب الإعلام، أو مين اللي جايب كذا، بتلاقي في نقاشات زي كأنه أنت زي كأنه ما تعلمناش إشي. بتعرف شو زي كأنه ما ولا تعلمنا أي إشي. هون المصيبة إنه يعني أنا بحكي لك، أنا آخر يعني آخر سنة ونص، يعني بحكم علاقاتي، بحكم معرفتي بالشباب، سمحت لي إنه أطلع بشكل صادق من بعيد. وبصراحة كان في عندي نوع من أنواع الشعور تبع إنه فك، ما إحنا خلصنا هاي المرحلة، المفروض ليه بعدك هناك؟ وما بفهم، أقول لك بصراحة إذا عندي تفسير ما بفهم ليش، خاصة انك انت يعني مشيت بطريق وصلك لفشل قبل. يعني اليوم اذا بدك تشتغل حاول تشتغل بشكل مختلف عشان ما توصلش لنفس النقطة. وواضح انه في هاي التجربة، يعني هي تجربة اللي لازم يعني تنحط على الطاولة باكتر اشي صريح بالعالم، يعني تنحط على الطاولة بكل ازماتها بكل مشاكلها بدون اي عملية تجميل، عشان ضروري نحط مري، ضروري نعرف نشوف حالنا. وبصراحة يعني هي تجربة تستحق كتير، مهما تحكي عليها مش راح تخلصها بصراحة. يعني وأنا لسه بتعامل معها إنه في مسؤولية، يعني إنه أنا صراحة ما عندي استعداد زي 2011 اللي في ناس بخلافات السبعينات والثمانينات بالجامعات جابت لنا إياها ب 2011 وأثرت بالمشهد على مستوى النخب العربية. أنا صرت أخاف نتيجة أنه أنت من 2014 2016 2017 2020 2021، لما بصير في حدث بدك يكون في عندك مقولة سياسية. جيلنا لساته عم بكرر المشاكل اللي موجودة، أو التفاصيل أو حساسيات موجودة، أو الصفافات والاستقطابات كانت موجودة ب 2011 و2012. طب يا جماعة أنا كنت بمصر، بتعرف هيك في صور على الشاشات بتيجي بتشوفها نخب أول 2011 أول ما انطلع وحلل نقلوا خلافات الجامعات وطلعوها للناس اللي بالميدان، يعني على مستوى مصر. أنا صرت أخاف جدا أنه إحنا نكرر هذا الموضوع. وإشي تاني كمان اللي بشعر أنه في إشي غلط كمان بالنقطة اللي أنت قلتها، يعني بشعر بمسؤولية. أنا كنت واعي بس ما كنتش عارف أعبر عنها، ولليوم بطلع عليها بأثر رجعي، إنه في مشكلة كانت حقيقية بإنه أنت لما بتطلع بالمظاهرة بتفكرش باللي بعدها. يعني إذا بترجع تتذكر إنه إحنا كنا ندفع حالنا دفع اثنين أو ثلاثة أو اثنين وثلاثة كمان ليدفعوا بعض، إنه يفكروا باتجاه إنه لسه في معتقلين موجودين بدنا نفكر فيهم، أو بدنا نفكر إنه السلطة مش عم تعتقل ناس من المنظمين لأنه خلص هدول معروفين كفاية، بس بتاخد من الناس اللي بترجع بلادها وبتضربهم وبتعاقبهم وبتعتقلهم وإحنا ما بنعرف عنهم. كل شكل النقاشات وكل شكل التنظيم، بالرغم إنه كان عندنا أبناء تنظيمات وأبناء منظمين وناس عندها خبرة تنظيمية، وبالأغلب العام حتى اللي مش منظم أو مش محزب كان عنده يعني خبرة تنظيمية، بس ما كنا يعني ما عندي فكرة. بس كيف أنت بتقول يعني هاي المساحة لازم تنفحص، وبلكن يعني هيك رجعنا حكينا فيها وغرقناها، يعني دخلنا فيها كتير منيح. متعب هذا الموضوع صاحبي، أنا بضل أنزعج منه. طيب خلينا نقفز قفزة سريعة، يعني قفزة سريعة شوي، ونروح باتجاه إشي مبهج، تمام؟ عشان نسكر هيك الأشياء بإيجابية كتيرة. أنا بدي أظن إنه يعني أحسن إشي صار معك برام الله المدام، يعني إيش؟ يعني رضي الله عنها ديانا؟ أحسن إشي صار معك برام الله المدام ديانا، أحسن إشي صار بحياتي عن رام الله كأنه قال أنا جاي أزود عليك بحياتي. مساء الخير أو صباح الخير يا ديانا حبيبي. احكي لي يا رازي، كيف ساعدتك على المرحلة هاي وكيف أثرت فيك؟ إشي وديانا يعني مش انا بعرفش اذا بصراحه يعني. انا يعني بدي احكي عن علاقتي انا ديانا كانه حدا كمان اللي كتير بقمعنا، يعني هاي واحدة من احسن الاشياء اللي عملتها ديانا في حياتي. ويعني مش كتير بتحب احكي عن علاقتنا بشكل عام، يعني بشكل علني يعني، بس يعني ديانا ساعدتني بانه هذا البني ادم اللي يعني البني ادم الوحيد بالعالم اللي يعني لما لازم بقدر يقمعنا. مساء الخير مرة تانية يا ديانا.
طيب انا صديقي رازي، يعني كثير انبسطت بهذا الحوار. حبيبي انا كمان صراحه فتحت جروحات وسكرت ملفات كمان، يعني صراحه ساعدتني اسكر ملفات على مستوى شخصي، وبظن يعني شهاده ومشاركه كثير قويه. حبيبي بعرفش اذا حاب تضيف شيء. لا لا يسلموا يعني ولا اي شيء، بس انه يعني خلونا نحكي مع بعض يعني هذا هو. خلونا طيب صاحبي، أنا بنهي المقابلة دائما بسؤال شهير، شو مع المقلوبة؟ طلع أنا المقلوبة مركبة بحياتي. أنا بحب المقلوبة كتير 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 كتير، ويعني بستنى ناكلها بشي مرحلة في اسطنبول. ما بتعملها؟ مش كتير بعملها، لأنه ديانا نباتية وبتعملها بدون دجاج، وبما انه بتعملها بدون دجاج فدائما بقول لها اعمليها انت، انا ما بحكيش اعملها. انا باكل رز وخضره مسمى مقلوبه. سوري. طيب رازي، شكرا 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 جزيلا عن جد يعني. شكرا لك كمان عن جد. شكرا لك. شكرا يا جماعة، اللي وصل لهون بكون يعني سمع كتير تفاصيل، واللي كان معنا صاحب أو شريك بمرحلة من مراحل حياتنا أنا أو رازي يعني راح يكون يعني راح ياخذ ساعات وهو قاعد بفكر وبحلل باللي حكيناه. أنا لإلي كانت الفكرة من الأساس الحلقة إنه بدي أسمع من رازي، كنت بتابع دائما على بوستاته كيف بشوف رام الله لحدا جاي من خارجها ومن مكان خارج الضفة، بس اللي يعني انا شفت انه في حدا يعني عاش في رام الله وعرف الضفه، وكمان اليوم يعني صار شايف فلسطين كثير اكثر من كيف كنت بفكر. اللي وصل لهون بالحلقه عنده مسؤوليه كبيره، بتفاعل بكل مكان وبنشرها بكل مكان، وبحكي انه على المضمون رازي نقف عليه بمكان ما سواء بيعرفه او ما بيعرفه، نقف على النخب السياسي والثقافي والاجتماعي على الدوائر والمستويات كلها. صح رازي؟ يعني تمام، ما نقفتش، كنت عم بحكي الحقيقه. اللي انا بفكر انها حقيقه مش انه هي مش حقيقه، بس انا بفكر هيك. فشاركوا الحلقه بكل مكان، لانه لازم توصل لكل من نقف عليه وكل من حكينا عنه وشهدنا عليه وشاركنا تفاصيل من حياتنا عنه سواء مشتركه معه او تفاصيلنا لحالنا. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا رازي مره ثانيه، يعطيك العافيه.